وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. نرحب بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة، وهل لك أن تطلعنا كيف تقرأ اليوم النجاح الذي حققته وزارة الإسكان في تنفيذ التوجيهات الملكية بتوفير 40,000 وحدة سكنية، والتي بدورها كفلت حقيقة سرعة التنفيذ وتحقيق هذا الإنجاز الكبير؟ نعم، مساء الخير. بداية أود أن أرفع أسماء عبارات الشكر والعرفان إلى السيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما حظيت به وزارة الإسكان من رعاية ودعم كبيرين منذ صدور توجيهات جلالة الملك المفدى بتوفير 40,000 وحدة سكنية. هذه الدعم حقيقة اللي كفل سرعة التنفيذ وتحقيق هذا الإنجاز. بالأمس كانت المشاعر لا توصف بعد اللقاء بسيدي جلالة الملك المفدى بمناسبة تنفيذ أمر جلالته السامي. هذا الأمر الذي في الحقيقة يعد من أهم المحطات اللي مرت بها وزارة الإسكان عبر هذه المسيرة الحافلة بالإنجاز والعطاء. وأيضا ما جاء في هذا اللقاء من توجيهات سامية من قبل سيدي صاحب الجلالة تعكس رؤية القائد وما يتمتع به جلالته من مشاعر الإنسانية لأبناء البحرين، ستبقى مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا في وزارة الإسكان. نعم سعادة الوزير، نعلم بأن الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أولت اهتماما خاصا في تسريع وتيرة الإنجاز في القطاع الإسكاني، كيف أسهم هذا الدعم في تذليل التحديات وتحقيق الإنجازات؟ أيضا بالأمس تشرفنا مع زملائي في وزارة الإسكان بمقابلة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة استكمال ما أمر به سيدي جلالة الملك المفدى بتوفير 40,000 وحدة سكنية. وفي الحقيقة يعني الدعم الكبير اللي قدمته الحكومة بل دعم سموه الشخصي حول هذا التوجيه إلى مشروع وطني بمعنى الكلمة، وعلى ضوء ذلك تكاتفت فيه الجهود وتم توفير الدعم الفني والمالي المطلوبين، كما كانت هناك متابعة مستمرة من سموه لجميع مراحل إنجاز هذا الإنجاز اللي يضاف إلى إنجازات فريق البحرين. وسمحي لي ايضا يعني بهذه المناسبه ان يعني اتقدم بالشكر حقيقه لجميع اللجان الوزاريه، يعني اللجنه الوزاريه للمشاريع التنمويه والبنيه التحتيه، اللجنه الوزاريه الماليه والاقتصاديه والتوازن المالي، وزملائي الوزراء والهيئات الحكوميه على كل الدعم اللي قدموه لوزاره الاسكان لتنفيذ أمر سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى. نعم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، شكرا جزيلا لك.